مرحبا، يعطيكم العافية. خلونا نصور مع بعض Just High Resolution City. ندخل هون، طبعا بيجينا أسماء المرضى اللي معمولهم Accept. نختار اسم المريض اللي احنا بدنا نصوره، بنحط OK. نختار البروتوكول المناسب، بدنا Feet First أو Head First. احنا اخترنا Feet First. ندخل نختار البروتوكول، بندخل على الثوركس، بعطينا عدة خيارات. احنا بنختار HCRT اللي هو Chest High Resolution. اوكي، فبيفتح عنا اللي هي النافذة هاي اللي بتعطينا ثلاث صور ورا بعض. اول صورة اللي هي سيرفيو، اللي بتكون احنا الصورة الاولية لنا الاكس راي العادية. ثاني صورة بعطينا اللي هي Chest High Resolution، وثالث صورة اللي هي الاسترنم. تمام، فاحنا بنغير بالبارامترز زي ما انتم شايفين. الصوره الاولى بنغيرها 1.5 اوفرلاب، الصوره الثانيه بنغيرها 3 وبنخليها كونتيجوس. بعدها بنرجع على صوره السيرفيو وبنعطي جو. بنستنى على الجهاز شوي لحد ما يعطينا الامر بالتصوير. مثل ما انتم شايفين بعطينا صوره السيرفيو، احنا بنقطع عليها، بنحدد الشست من جميع الاتجاهات، بنخلي الخط الوسطاني مثل ما انتم شايفين بنص الشست تقريبا على الفيرتبرال كولمون. بنحدد، شوفوا كيف الفيلد اوف فيو كل الشست هو ماخذه، فاحنا بنختار بين الصور. اذا بدنا نصغر بدنا نطول بالصوره الثانيه، ولكن احنا بدنا اياهن الثنتين نفس الفيلد اوف فيو، وبنعطي جو. بعدها بيجي عندنا هون بكلنا دخل المريض، هاي الإشارة تدخين المريض، طلعوا الكبسة اللي أنا كابس عليها، هاي بتدخل المريض لأن المريض طلع لما أخذ صورة السكاوت. هسا لازم نرد ندخله ونسحب كمان صورة مثل ما انتم شايفين على الكبسة هاي، بسحب عندنا صورة الشيست هاي ريزوليوشن سي تي. هون احنا بنقدر نلعب بالصورة، بننزلها شوي، بنصغرها شوي إذا كان معمول فيها قطع أو شيء مش مبين، وهيك بتكون طلعت عنا اللي هي صورة الشيست هاي ريزوليوشن سي تي. بنطلع عليها، بنشوف الاناتومي، بنشوف اذا فيها قط، فيها اشي روتيشن، فيها ارتفاكت، فيها اي اشي. اذا ما فيها اي اشي من هذا الحكي بتكون صورتنا 100% مثل ما انتو شايفين. يعطيكم العافية.